بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دور التصميم الإضاءة، معاكم مهندس أشرف رمضان. النهاردة هنتكلم عن مصابيح الفلورسنت أو الفلورسنت لامب. طبعا مصابيح الفلورسنت من أكثر المصابيح المستخدمة في تطبيقات كثيرة جدا، تمام. ممكن أقول والله مصابيح الفلورسنت بتستخدم في إنارة المكاتب، وبتستخدم في إنارة مواقف السيارات الداخلية، وتستخدم في إنارة الممرات وفي المصانع وفي المخازن الكبيرة وفي محلات السوبر ماركت، تستخدم في الورش، تستخدم في قاعات المدارس والمكتبات وإنارة الملاعب الرياضية الداخلية، خلي بالك، وإنارة الصلاة والغرف المنخفضة الارتفاع، تمام، الارتفاع بتاعها لا يزيد عن 5 أو 7 أمتار. طبعا أنواعها من حيث قطر أنبوبة الفلورسنت، في عندي التصنيف الأمريكي أو الرمز الأمريكي، وفي عندي الرمز الأوروبي، وفي عندي قطر الأنبوب. لو قطر الأنبوب 38 في الأمريكي بنسميها T12، وفي الأوروبي بنسميها T38، في قطر الأنبوب 26 بنسميها في الأوروبي T26، في لما يكون قطر الأنبوبة 16 بنسميها T16 في الأوروبي. خلي بالك كده، التصنيف الأوروبي بينطبق عليه قطر الأنبوب، يعني قطر الأنبوبة 38 يبقى التابيولار أو T38، 26 يبقى 26، 16 يبقى هنا التابيولار أو T16. طبعا بيختلف الرمز الأمريكي، ال 38 بنسميها T12، ال 26 بنسميها T8، ال 16 القطر بنسميها T5. اهم طبعا الاستطاعات او القدره اللي هو الباور بالوات، في عندي 20 وات و40 وات و60 وات طبعا حسب الشركات المصنعه، في هنا 18 و36 و58 وات، 18 وات 36 وات ده المنتشر في السوق عندي، و58 وات دي قيم ستاندرد، 18 و36 و58، هنا طبعا في 16 و21 و24 و28 و35 و54 و80 وات، دي القيم المختلفة لقطر أنبوب الفلورسنت. لو احنا بصينا هنا هنعمل مقارنة بين الفيض الضوئي والكفاءة لمختلف أنواع مصابيح الفلورسنت. لو احنا شفنا التي 12 ده كان النظام القديم، تمام، مستخدمهوش. في عندي التي 8، التي 8 ال احاد الفسفور او الهالو فسفور او احاد الفسفور تي 8، تمام، وفي من التي 8 تراي فسفور اللي هو ثلاثي الفسفور، في عندي التي 5 اتش اي ده بيديني كفاءه عاليه، والتي 5 اتش او بيديني فيض عالي. خاصيه المصباح زي ما قلنا، التي 8 الاحادي ده احاد الفسفور، هنا ثلاثي الفسفور، الاتش اي بيديني هاي افشنسي او كفاءه عاليه، هنا بيديني فيض عالي. الباور هنا 40 واط في التي 12 بدأت تقل تبقى 36، هنا التي 5HE 28 واط، أما الHO 54 واط. الطول تقريبا كان طولهم متر و20 سنتي، ما عدا التي 5HE والHO طولها متر و14 أو متر و15 سنتي تقريبا. الفيض الضوئي باليومن دي بتدينا 2800، بدأت تزيد في حالة التراي فوسفور 3350، وفي حالة التي 5 2900 تصل إلى 5000 اللي هو الفيض العالي في حالة التي 5 HO. من حيث الكفاءة، الكفاءة اللي هي تقاس باليومن بير وات، دي كانت 70 يوما بير وات، بدأت تزيد هنا 79 93 103 في حالة الـ HE اليومن، تمام، بير وات، و93 في حالة الاتش او. العمر الافتراضي للمصباح التي 12 ده القديم 10000 ساعة، بدأت تزيد تبقى 13000 ساعة في التي 8، 13000 ساعة، وفي عندي 18000 ساعة في التي 5 HE او اتش او. الكالر ريندرينج زي ما احنا شايفين، الكالر ريندرينج في القديم كان من 60 ل 69، يعني لا تعدى 70%، نفس القصة في التي 8 هالو فوسفور، وبدأت تزيد الكالر ريندرينج من 80 ل 89 او 90 تقريبا في التي 8 تري اي فوسفور، نفس النسبة من 80 ل 89 في حالة التي 5 HE والتي 5 HO. من حيث درجة حرارة لون المصابيح الفلورسنت، زي ما احنا شفنا الشكل ده كذا مرة في كذا محاضرة سابقة،
هنشوف حسب كتالوجات أسرم. أسرم طبعاً زي ما احنا عارفين إن هي شركة ألمانية جيرماني، تمام؟ فهنشوف الكالر بتاعي 2700 الانترتيا، ده بيديني أبيض دافي، لون أبيض دافي، ده بيبقى مائل للإحمرار. لو 3000 الكالر بتاعي بيديني الورم وايت زي ما قلنا الأبيض الدافي، تمام؟ وفي عندي 4000 اللي هو الأبيض العادي الناتشورال وايت، وفي الأبيض البارد أو المائل للون الأزرق اللي هو الكالر وايت أو إحنا بنسميه الداي لايت بيصل إلى 6500، وفي السكاي لايت، السكاي لايت اللي هو أبيض بارد جدا ده بيميل للون الأزرق بدرجة كبيرة بيصل إلى 8000 كلفن. إزاي نبدأ نقرأ الكلام اللي موجود على اللمبة الفلوروسنت؟ في عندي أول رمز اللي هو ال ده خاص بالمصنع حسب الفليم، تمام؟ بعد كده هنبدأ نشوف هنا مكتوب 58، ال 58 ده الواتجز أو الباور الخاصة باللمبة كام وات؟ هنا مكتوب 58، 58 وات، دي لمبة 58 وات. بعد كده في ثلاث حروف أو ثلاث أرقام، الرقم الأولاني بيوضح الكالر ريندرنج، ودي مهمة جدا الكالر ريندرنج اندكس. هنا في عندي حالتين، الحالة اللي موجودة عندي الرقم 8، 8 معناها الكالر ريندرنج من 80 ل 89، يعني الريندرنج من 80 ل 90 تقريبا، ده جروب 1 بي بياخد رقم 8، أما لو زاد من 90 لحد 100 بياخد رقم 9، يبقى الكالر ريندرنج اندكس ده عالي، وده عبارة عن درجة إظهار اللون قريب جدا من لون الجسم باستخدام الكشافات، اللون القريب من لون الشمس. بعد كده هنلاقي رقمين مع بعض اللي هو 80، دي عبارة عن الكالر تمبريتشر درجة حرارة اللون، واحنا قلنا لو 80 زي الحالة بتاعتي يبقى انا عندي 8000 كلفن، وده اللي احنا سميناه في السلايد اللي فاتت سكاي وايت. لو كان 65 يبقى 6500 كلفن اللي هو الكول دي لايت، لو كان 54 اللي هو 5400 كلفن اللي هو الدي لايت، لو كان 40 اللي هو 4000 كلفن اللي هو الكول وايت، بعد كده لو كان 35 اللي هو 35 عباره عن 3500 كلفن اللي هو الوايت، ولو كان 30 اللي هو 3000 كلفن الورم وايت، وال27 اللي هو 2700 كلفن الانترينا. طبعا بيقول لي يجب ان يكون خاصيه اظهار اللون اللي هو الكالر ريندرنج لا تقل عن 80% في معظم تطبيقات، يعني ما فيش حد يجيب لي كالر ريندرنج اقل من 80% في التطبيقات الداخليه، تمام؟ او تطبيقات الاناره الداخليه. ايه هي مزايا مصابيح الفلوروسنت؟ الكفاءه العاليه بتصل الكفاءه 95 في مصابيح التي 5 اتش اي، تمام؟ التي 5 اتش اي احنا شفنا التي 5 اتش اي اللي هي الخصائص بتاعتها دي، تمام؟ عمرها طويل بيصل الى 20000 ساعه في بعض الانواع، قدره جيده على تمييز الالوان بتصل الى 89%، مجال واسع من درجات الحراره، طبعا بتديني درجات حراره كبيره، تمام؟ وبالتالي بتديني درجات اللون الابيض والتدريجات بتاعه. النصوع المصباح خفيف مقارنه بالمصابيح الاخرى، ممكن استخدام انواعها بشكل مباشر بدون عاكس او ناشر في بعض التطبيقات. يمكن اعتمادها بوجود كوابح الكترونيه خاصه للاعتام، ان انا بقدر اعمل خاصيه الديمينج، يبقى انا اقدر اعمل خاصيه الديمينج بس بكوابح خاصه، تمام؟ حجمها كبير يساعد على انتشار الضوء بشكل متجانس، جيده للاناره المخفيه، سعرها رخيص جدا مقارنه بالانواع الاخرى. طب ايه مشاكل اللمبات الفلوروسنت؟ لا تصلح لاظهار البريق او اللمعان، تمام؟ لا يمكن استخدامها في الاناره المركزه، تمام؟ حتى مع خاصية ميزة إظهار عالية لا تصلح إلى اللي هي تبقى مصابيح زي مصابيح الهالوجين، غير مثالية لإظهار الألوان الدافئة، حجم أجهزتها كبير مقارنة بالأجهزة الأخرى. بدأنا نعمل نوع تاني بنسميه الكومباكت فلوروسنت لامب، مصابيح الفلوروسنت المدمجة، وده موجود ناس كتيرة جدا بتتعامل معاه لحد دلوقتي لحد ما بدأ يظهر الليد وينتشر، تمام؟ تستخدم المصابيح الفلوروسنت المدمجة في إنارة الممرات والغرف العامة والأماكن الداخلية وإنارة المكاتب ودورات المياه، وفي بعض تطبيقات الإنارة الخارجية لها قدرات بالوقت مختلفة في 13 و14 و17 و36 و32 و54 و57 و50، تمام؟ ده النوع اللي مش بيستخدم فيه الكوابح. في عندي نوعين، النوع الأول متضمن كابح اللي هو الجزء ده
تمام. ده مثلا تضمن الكابو هيكون راسه راس اديسون اللي هو اي 27 او اي 14، من مزاياه انه يمكن استخدامه بدل المصابيح المتوهجه اللي هي الانكانسنت لام. تمام. مساوئه حجمه كبير، تمام، يحتوي على طبعا الكابح، لا يمكن استخدام خاصيه الاعتام اللي هي التايمنج. النوع الثاني اللي هو غير متضمن الكابح، بيبقى الكابح في مكان ثاني بيبقى مفصول عنه، هنا مفيش اصلا الكابح بتاعي. تمام. نوع منه هقدر اعمل له ديمنج، وهو طبعا الوزن ده اخف من النوع السابق. ايه هي مزايا الكومباكت فلوروسنت؟ الكفاءه العاليه بتصل الى 73 ليوما لكل وات، عمر طويل بيصل الى 13000 ساعه، قدره جيده على تمييز الالوان بتصل الى 82%، حجمه صغير مقارنه بمصابيح الفلوروسنت اللي هي الطويله اللي هي تي 8 وتي 5. مشاكله او عيوبه، لا تصلح لاظهار البريق، لا يمكن استخدامه في الاناره المركزه، غير مثاليه لاظهار الالوان الدافئه، حجم اجهزته كبيره. طيب ايه الاكواد او ازاي نقرا الكود اللي مكتوب على مصباح الفلوريسنت؟ مثلا هنا عندي مصباح مكتوب عليه تي سي تي اي ال اي. تي سي معناها الانبوب المدمج او تابولر كومباكت، خلاص يبقى تي سي معناها تابولر كومباكت. الجزء الثاني بيتكون من حروف، يا اما حرف التي او ال او الدي او الاس. اس احنا قلنا سنجل، دي دبل، تي تريبل ثلاثي او ثلاثيه انبوبه منحنيه، وال ال اللي هو اللونج. يبقى انا في عندي اس معناها سنجل، دي دبل، تريبل، تي ال الانبوب الطولي او اللونج اللي هو الحرف الثالث. بعد كده في عندي اي ال او في اس اي او ما بقاش مكتوب حاجه اصلا، يعني هنا بعد حرف التي تمام ما بقاش مكتوب حاجه. في عندي الاي ال والاس اي. اي ال دي معناها يعمل بكابح الكتروني فقط، تمام، والاس اي معناها انه بيتضمن الكابح الالكتروني اذ لم يوجد، فتعني انه يعمل بكابح مغناطيسي فقط، يعني لو ما فيش حاجه يبقى كابح مغناطيسي. الحرف الثالث اللي هو الاي يشترك في تكوينه ماده ومصباح متطور طبعا عن غيره، ده ممكن ما يبقاش مكتوب اصلا، تمام، في ماده اسمها ماده الامالغم، تمام، بتبقى موجوده فيه. يتم وضع كود هذا المصباح بنفس الطريقه التي يوضع بها كود مصابيح الفلوروسنت، نفس القصه. ادي الفلوروسنت لام، الفلوروسنت لام، بعد كده 18 اللي هو الواتجز 18 وات، بعد كده 8 اللي هي الكالر ريندرنج، ال 40 اللايت كالر او الكالر تمبريتشر. وبالتالي يبقى احنا في المحاضره الثامنه اتكلمنا عن المصابيح الفلوروسنت، وشفنا استخدامات المصابيح الفلوروسنت والمصابيح الفلوروسنت من حيث قطر الانبوب، وعملنا مقارنات بين الانواع المختلفه لمصابيح الفلوروسنت، وشفنا درجة حرارة ألوان المصابيح الفلوروسنت، وإزاي نقرا الرموز اللي مكتوبة على المصباح اللي هي اللامب ال 58 الواتجز، بعد كده 8 أو 9 اللي هي الكالر ريندرنج إندكس، ال 80 الكالر تمبريتشر. بعد كده شفنا إيه أهم مزايا المصابيح الفلوروسنت وعيوبها، واتكلمنا عن النوع اللي اسمه كومباكت فلوروسنت أو مصباح الفلوروسنت المدمج. شفنا النوع الأول اللي بيستخدم فيه الكوابح، والنوع الثاني الغير مستخدم فيه الكوابح، وإيه مزايا وعيوب الكومباكت فلوروسنت. وبكده يبقى إحنا خلصنا يا شباب المحاضرة الثامنة من دورة تصميم الإنارة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.